السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي وين مرابطين انتم حاليا؟ احنا حاليا اخي مرابطين على الدوار اللي رمون ودوار شيحان، الطريق اللي جاي من هذا الطريق اللي رمون وشيحان. ايش تحكي لنا اوضاع الجبهه؟ اوضاع الجبهه نحن هون مرابطين على المباني الخالديه الاولى ومبنى الغاز ومعمل الاخشاب، وفي عندك معامل دفاع، كله هذا رابطين فرد خط، وان شاء الله على القريب العاجل بنصير جوا. عناصر النظام عم تسللوا عنكم شيء بالفترة الأخيرة؟ والله هن كانوا عم تسللوا، بس بعد ما قتلنا كم كلب منهم كم شبيح ما بقى يستجروا يسللوا هلا. في إن شاء الله خطط إنه تقدم إن شاء الله بالأيام الجاية؟ على القريب العاجل إن شاء الله، قبل جنيف 2 بنكون شو بالخالدية. إن شاء الله، تكبير. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!